السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب الثانوية العامة. النهاردة هنقول لكم حقيقة تسريب مادة علم النفس والاجتماع للثانوية العامة قبل بدء اللجنة بساعات. متابعينا لأول مرة رجاء الاشتراك في القناة إن شاء رب العالمين. هنقول لكم النهاردة نتيجة الدبلومات الفنية وتنسيق الثانوية العامة ونتيجة الثانوية العامة باستمرار. تابعونا في القناة ويا ريت نشترك في القناة يا جماعة ونفعل زر الاشتراك. أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ما يتم تداوله من أسئلة على جروبات الغش لا علاقة لها بالامتحان الأساسي الذي ينطلق في 10 صباحا لمادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعب الأدبية، مؤكدة أن لا تسريب للامتحان قبل لجنة الاختبار، مشددة على أن مصاريف الأسئلة مؤمنة بالكامل ولا يتم فتحها إلا قبل انطلاق الامتحان بدقائق ليتم توزيع الأسئلة على الطلاب. وأوضحت المصادر في تصريح خاص لليوم السابع أن ما تروج له صفحات الغش هو ابتزاز واضح للطلاب بهدف الحصول على مبالغ مالية ويجب على الطلاب الحذر، مشيرة إلى أن جروبات الغش تضع تسعير تبدأ من 100 جنيه حتى 300 جنيه نظير للمادة الواحدة، وتوهم الطلاب بأنهم سيحصلون على الأسئلة قبل الامتحان وهذا غير منطقي، ويستعد طلاب الشعب الأدبية بالثانوية العامة لأداء امتحان علم النفس والاجتماع بإجمالي 255,353 طالب وطالبة. كما يؤدي طلاب الثانوية العامة للمكفوفين امتحان مادة التاريخ ورقة أولى بإجمالي 225 طالب وطالبة، ويؤدي طلاب مدارس ستيم اختبار مقاييس الفهم المفاهيم الكيمياء بإجمالي 1179 طالب وطالبة، وتعقد امتحان الثانوية العامة 2021 كأول ثانوية بنظام بابل شيت، ويؤدي قرابة 649,000 طالب وطالبة في الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133,000 عضو في الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات. وبدأت الامتحانات 16 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل، وتعلن النتيجة بعد آخر مادتين بعشر أيام على أقصى تقدير. وكان قد أدى طلاب الثانوية العامة قبل أجازة العيد في امتحان المواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والكيمياء والجبر والهندسة الفراغية والجغرافيا والفلسفة والمنطق للشعب الأدبية، بينما يؤدي الطلاب بداية من السبت 24 يوليو الجاري امتحان مواد الفيزياء والتاريخ وعلم النفس والاجتماع واللغة الأجنبية الأولى والأحياء والإستاتيكا والجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاصيل والتفاضل والتكامل والديناميكا لشعبة علم الرياضة. متابعينا لو عجبكم الفيديو أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.